كاين مشكل وكاين ازمه كبيره في البلاد، كاين ارتفاع الاسعار في الزيت، في السكر، في جميع المواد الغذائيه، وزايدين التشكار في الادوات. وكي غنديروا مع الدخول المدرسي؟ قال لا بالك كي غدير معاه الضو، المغلى، ها الزيت، ها الاصاص، مواد غذائيه هي الاخرى ما بقيناش كنوصلوا لها. هسا كنشوفوا الدخول المدرسي، انا باقي كنفكر ما عنديش كي غندير. كنحاولوا دابا من بدايه ديال شهر 7 وانت كتاكل شويه تخبي شويه باش يلاه تكفى الدخول المدرسي ديال شهر في الاول ديال شهر 9. انا البارح جيت انا ولدي بغيت نشري ولدي كرطاب، قالوا لي 5600 المينيموم. وكي غندير؟ وكي غندير؟ وجوج مسافد من الدعم ديال 500 درهم، ولكن 500 درهم ما كافيه والو. ديالاش 500 درهم؟ شنو غادير لك؟ شنو غادير لك 500 درهم في نظرك انت؟ بلاتي ها انت 500 درهم شنو غادير لك انت كانسان كشخص بوحدك بلا عائله؟ اش كفاك؟ المواد الغذائيه اللي مشيتي عند الهري خاصك واحد، المواد الغذائيه اللي مشيتي عند الهري قليله خاصك واحد 1000 درهم قوت العيش ديالك اليومي. انا ولدي ما قراش، هذوك 6 شهور ديال الاولى اللي ما قراوش، و 6 شهور ديال الثاني تقول لك الاستاذ ما كاينش وما عطاهم الحفاظه لا والو، تقول لك دير الدعم، دير الدعم في الدار بتليفون. انا ما عندي، ما قلتش انا تليفون، هذا ندير لولدي تليفون. كي غادي ندير هذه القرايه على البنت؟ كي غادي لها؟ اشرح لي انت كيفاش غندير لها. العام اللي فات جبت 8، هذا العام هذا راه نجح ب 4.3 غنجحوه، فهمتيني؟ تيقول لك سير سير دير الاولى ولا سير دير برنامج في اليوتيوب وتفرج. كي غادي يحفظ؟ ولدي تنقول له اكثر تحفظ تلقى داير رسوم ولا دير اغاني ولا دير شي حاجه في اليوتيوب. كي غادي نمشي ندير له مراجعه؟ ما يمكنش. الموقع المحترم ديالكم واخي بالنسبه لهذا الموضوع هذا، بصراحه العائلات المغربيه والاسر المغربيه محدوده الدخل والاسر يعني المتوسطه والفقيره والطبقه العشيه عندها تخوف كبير من هذا الدخول المدرسي، لان كما شاهدنا كان العام اللي فات كان واحد ارتفاع مهول في الاثمان ديال الكتب المدرسيه وفي اللوازم المدرسيه. وكما تنعرفوا ان المواطن المغربي يلاه خرج من واحد الازمه اقتصاديه ديال العيد الكبير، من ازمه ديال رمضان، من ازمه الصيف، كما شاهدنا الناس هذا الصيف هذا يعني راه ما عاشوش فتره الصيف. ولهذا حنا كنطالبوا من الوزاره الوصيه وزاره التربيه والتعليم والرياضه انها تاخذ هذه الوضعيه الاقتصاديه الراهنه الصعبه بعين الاعتبار، انه يكون يعني واحد تكون واحد التتبع لهاد السلاسل ديال الانتاج ديال الكتب المدرسيه واللوازم المدرسيه، لانه لا يعقل اننا تلقاو كتاب وصل 450 درهم، في حين انه يعني قبل 10 سنوات تقريبا مده ماشي بعيده كان ذاك الكتاب هو نفس الكتاب تيدير 80 درهم تيدير 90 درهم. ولهذا خص مراقبه سلاسل الانتاج، وخص يكون واحد التتبع واحد الرصد من طرف الوزاره حتى لديك الشركات اللي كتنتج الكتب، ويكون ذاك الشيء مقنن رفقا بالمواطن المغربي البسيط كما قلنا، لانه خارج من عده ازمات اقتصاديه وتنعرفوا غلاء الاسعار اللي ولا يعني مهول، راه الناس 3000 درهم الله يحسن العون و 4000 درهم راه ما بقات كدير المواطن المغربي حتى شي حاجه. فما بالك اللي عنده 4 الوليدات و3 الوليدات مقبل على الدخول المدرسي، راه خصو تقريبا واحد 3000 درهم ولا 4000 درهم ديال الكتوبه. فهاد المسائل لا يعقل، تنطالبوا من الجهات المختصه انها تاخذ هادشي بعين الاعتبار. ارتفاع الادوات المدرسيه، وكتعرف الظرفيه الاجتماعيه الصعبه اللي كيعيشها بلادنا واللي داخله في هذيك الوضعيه العالميه نتيجه ديال الاثار السلبيه اللي خلفتها كورونا. وكما تعلمون ان الدخول المدرسي هذه السنه تيعرف استثناء نظرا لواحد جزء او لواحد الفئه من رجال التعليم يعني اللي غتشتغل في الاحصاء، وهذا غيأثر سلبا على وليداتنا. ارتفاع ديال الادوات المدرسيه تنشوفوا حنا الامر ان الجهات المعنيه خصها يكون في هذا الموضوع يكون تقنين وتكون اثمنه ويكون العرض، الا يعني لما كانش العرض راه غيكون ارتفاع الطالب، لان دائما المساله عاديه. فيما يخص الاثار السلبي اللي عندنا تخوف منه كبير منه، هو ان ديك التكرار ديك الوضعيه اللي كانت السنه الفارطه. تتعرفوا ان تقريبا وليداتنا ما قراوش تقريبا واحد 30% اللي 30% ولا 40% اللي قراو الفين اللي خصهم يقراو. تقريبا الحصه الدروس اللي خصهم ياخذوا تقريبا خذوا 30%، وهذا اثر سلبا على ناهيك عن النسبه ديال النجاح اللي زعما بصراحه
جل المغاربه ما تقبلوهاش. ما يمكنش ان مثلا نسبه النجاح كانت في ابتدائي ديال تقريبا واحد 99%. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.